أكيد خلينا طبعا. نبدأ بقى ونتكلم. معلش أنا هبدأ مع حضرتك كابتن، اتفضلي. ويعني احكي لنا الرحلة، لأن احنا مش قصة في نقطة النجاح دلوقتي، لا، في وراها شغل، وراها مجهود، وراها كواليس، حابة إن احنا نعرفها من حضرتك. هي الرحلة بتاعتهم هم بدأت بقالها 3 4 سنين أو أكتر كمان، من أول اللقطة بتاعت محمود لما رقص بالعكاز. أيوة. تمام. وابتدى فكرة إن هو يبحث ورا قصة ان لا ده دي رياضه وليها كيان وليها اتحادات والكلام ده كله، وابتدى انه يكون من اوائل الناس اللي عايزين يبقوا مؤسسين للرياضه دي في مصر. تمام. وابتدى يلم من حواليه مجموعه من اللاعبين او اخواته بقى دلوقتي، اللي ابتدوا يمشوا مشوار طويل واجهوا فيه صعوبات كتيره جدا. وكان معاهم المهندس خالد عبد الحفيظ، هو مسؤول عنهم اداريا وامن جدا بالفكره بتاعتهم. واحنا ابتدينا نشتغل معاهم خلال الشهر ونص اللي فاتوا، لما انتهت الاولمبياد وانتهت فعاليات البارالمبيك، واتجهوا للدكتوره حياه خطاب اللي كانت مؤمنه جدا بيهم، رئيسه اللجنه البارالمبيه ومعالي الوزير. هي كانت ضيفه معانا فعلا، واتكلمت قد ايه هم عندهم الحماس ده بنفسها. يعني بالظبط، هو الحماس ده واجه صعوبات كتيره قوي خلال ال4 سنين اللي فاتت، بس بتوجهات من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي تم تشكيل لجنه جوه اللجنه البارالمبيه مسؤوله عنهم. والحمد لله قدرنا ان احنا في خلال شهر يكون عندهم راعي يسبورت الفتره اللي جايه، استاذ محمد عادل حسني. تمام. وهو المشرف العام على المنتخب لاعداده في بطوله افريقيا مؤهله كاس العالم. هايل جدا، حلو جدا الكلام ده، ومبشر لحضرتك بتقوله يا كابتن محمد. ان شاء الله.